تقبلين إطلاق هذا النادي الرياضي الجديد؟ وده فعلا طفرة في نقابة المحامين وجت متأخرة إن يبقى عندنا نادي رياضي وفريق بيحمل اسم نقابة المحامين. وإن شاء الله دي تكون يعني باكورة اقتحام نقابة المحامين لهذا المجال الرياضي، واللي أنا أزعم إن إحنا هيبقى لينا فيه بصمات جديدة بإذن الله، ولينا سبق في حاجات كتيرة الأستاذ إسلام كان يتكلم معايا فيها. إن شاء الله إن إحنا هنوسع المجال، إحنا بادئين حاليا تقريبا بخمس أنشطة: كرة القدم والكاراتيه زي ما الأستاذ زي الكابتن بتاع الكاراتيه، التنس طاولة، كرة السلة والكرة الطايرة. فإن شاء الله يعني دي البداية، وإن شاء الله هنقتحم ألعاب أخرى. أنا بحب أوجه الشكر لمجموعة الشباب القائمة مع أستاذ إسلام على المجهود الكبير، وأنا أكتر واحد لامس المجهود الكبير اللي عملوه، مجهود فردي الصراحة يعني لم يألو جهدا من أجل إشهار هذا النادي. وبإذن الله يعني هتكون نقابة المحامين ليها السبق ما بين النقابات المهنية في اقتحام هذا المجال الرياضي إن شاء الله. وعلى فكرة بالنسبة للمجال الأستاذات، أنا اتكلمت مع أستاذ إسلام إن احنا نعمل دورة رياضية في كرة القدم الخماسية للأساتذة المحاميات، ودي ما حدش عملها قبل كده، إن شاء الله هنعلن عنها قريب ونحدد المواعيد ليها بإذن الله. وألف مبروك لحضراتكم ولنقابة المحامين.